عشان احنا اوكي. انا قلت انت روحتي تعملي مشوار ولا حاجه، وقلت ايه تساليني الاسئله بالمره يعني. اوكي. طيب حد عنده أسئلة؟ هلو، هاي. في مشاكل في الصوت؟ أوكي، طيب نعمل تيست تيست. الله، واحد اتنين تلاتة. الله، تيست. مش عارف لسه في مشاكل. اوكي. my favorite tattoo هو يعني انا عندي كذا واحد بحبهم جدا، بس يمكن يعني مش my favorite بس one of my favorites، اللي هو السمكة دي اللي هي الكلاون فيش دي. ليها قصة ظريفة جدا. أنا كنت في كرواتيا، وبعدين كنت عايز أعمل أجاتا فيش، فرحت الراجل، والراجل كان مثلا عنده 60 سنة، وعنده شنب أصفر كده كبير قوي وأقرع، وكان شكله غريب. وبعدين أول ما دخلت عليه قال لي أوه بريزن ستايل، فقلت له يعني إيه؟ قال لي يعني your tattoos كلها كده متنطورة، فده اسمه بريزن ستايل. وبعدين الشغل اللي معمول في السمكه دي مثلا من خبرتي يعني ياخد مثلا 30 دقيقه 45 دقيقه على الاقل، بس هو عملها في 12 دقيقه، وانا كنت يعني مبهور جدا. بقول له انت بتشخبط على ايدي؟ قال لي لا انا بشتغل. 12 دقيقه كان خلص دي، ودي يعني حته فنيه حلوه يعني. اوه well, يعني are we talking about hip hop? So if we're talking about hip hop, then I say Notorious B.I.G., Nas, Run DMC, LL Cool J, Snoop Doggy Dogg, Dr. Dre, Jay-Z, Kanye West. يعني عندي I have a lot more. أولاد رزق تلاتة دي حاجة أنا ما أقدرش أرد عليها، لأن دي حاجة في إيدين الإنتاج Raw Productions اللي هو الأستاذ طارق العريان. وأعتقد لو هم عندهم فيلم يجمعنا تاني بشكل مختلف وفي أماكن مختلفة، وأتمنى إن هو يبقى بيتصور بره مصر، نشوف ولاد رزق بيطلعوا بره مصر بيعملوا عملية، ممكن تبقى يعني ظريفة جدا. فأنا أتمنى إن ده يحصل، واتمنى ان هم يجوا بسكريبت حلو لينا كلنا ان شاء الله. انا هرجع اعمل اغاني راب، وانا يعني انا بعد الانترفيو ده رايح اسجل اغنيه، وان شاء الله هعمل لها ميوزك فيديو هتنزل قريب ان شاء الله. رابرز من السين المصري، بحب ام سي امين، وبحب ويجز، وبحب مروان موسى، وبحب مروان بابلو، وبحب احمد مكي. يعني ممكن نكتفي بدول. صباح الفل يا اجدع شباب. I love what's going on.
يعني انا كواحد براب يعني دلوقتي انا براب من وانا عندي 14 سنه وانا دلوقتي عندي 40، ف يعني انا من اولد سكول رابر، بس انا مبسوط جدا باللي بيحصل في السين التراب والشباب اللي بتعمل مزيكا جديده وحلوه. نسيت اقول عفروتو، شاوت اوت لعفروتو، بحبه جدا جدا. فانا مبسوط جدا من الشباب اللي طالعه جديده انها بتقول كلام لذيذ وكلام منهم والمزيكا بتاعتهم متطوره وفعلا حلوه جدا. اوكي، دعبسي على اسئله يا مهنز. نهائي. هو السات كان ظريف وكان مضحك، وانا كنت يعني انا كنت وانا واحنا مش بن يعني واحنا مش بنعمل المشاهد واحنا مش بنمثل في المشاهد، انا طالع شخصيه يعني جاده جدا وصحفي وعلماني وسيستماتيك يوسف. بس احنا يعني انا بخلص المشهد وبعدين اروح باصص لياسمين رئيس كده، راح اقول لها يا بنت الملبوسه كده على اساس ان هي لابسها جن، فانا ببقى قرموطي في يعني واحنا مش بنصور ببقى القرموطي واحنا بنصور ببقى يوسف. هو كان اكشلي السات كان مضحك ولذيذ وانبسطنا، ولا ما حصلتش اي حاجه مرعبه الحقيقه. عرفت منين انا عايز اغني راب؟ عرفت من الاغاني اللي انا سمعتها من وانا طفل، يعني ام سي هامر، يعني كل all these old school rappers you know DMX Ice Cube Run DMC كنت بسمعهم بقول this is my type of music, you know I'm that nigga who loves that music. So قلت okay I think this is I can do something about it. بديت اكتب وراب وعملنا فرقة اسمها جاتو فاروز، أنا وحسام الحسيني وبجاد عبد المجيد وكريم بيومي، وعملنا فرقة وابتدت من هناك. يعني لو احنا عند 14 سنة ابتدينا. طيب أنا مبسوط جدا الناس عجبها الحارس. اللي ما يعرفش الحارس بيتعرض على ايه، هو بيتعرض على شاهد في اي بي، وممكن تشتركوا في شاهد وتتفرجوا على الفيلم وان شاء الله يرعبكم. يعني انا هشتغل مع هبتدي بالشغل مع اوكا الجنرال، وهشتغل مع تي، وهشتغل مع اتمنى اشتغل مع مروان موسى، I love his work. يعني دول التلاتة اللي عايز اشتغل معاهم. ايه اكتر دور بحبه لنفسي؟ اعتقد هو دور لسه هينزل. انا بصور دلوقتي فيلم اسمه 30 مارس، والفيلم ده هينزل ان شاء الله قريب في السينمات، واعتقد ان ده بالنسبة لي لحد دلوقتي احب دور لقلبي، يعني دور علي في 30 مارس. يعني انا فكرت اكتب تراك لبنتي. يعني بس الفكره دي كانت موجوده زمان قوي وهي اتعملت كتير، فيعني مشروع كان موجود وما بقاش موجود انيمور. لا هو اصلا يعني انا في الاصل انا ممثل مسرحي، دي شغلانتي الاساسيه، بس انا بعمل حاجات تانية. يعني انا بنتج افلام وبخرج وبمثل وبراب، فالحقيقه ما فيش حاجه بتبعدني عن التانية، بس كل حاجه بتاخد مني وقت معين في فترات معينه.
يعني هو انا ما فيش تراك، انا حافظ تراكس كتير، بس انا بحب اكتر تراك انا حافظه وبحبه يعني، اللي هو ستيل نيجا بتاع جاي زي. انا ومراتي بنقعد نغنيها على طول وبنلعبها طول الوقت، الاغنيه دي حافظينها. رايي في شاهين، شاهين is a good rapper. I like him. ما انا قلت انا يعني انا رايح دلوقتي بعد ما اخلص اسجل اغنيه، ويعني ان شاء الله انا اتمنى انها تنزل يعني في خلال شهر ونص شهرين اللي جايين as a music video كمان. اكتر حاجه بحبها لمروان موسى شيراتون. حد عنده اي اسئله، ريكويست، فرح، طهور؟ لا، why would I want to answer. انا شايف ان ابو يوسف one of the يعني انا بالنسبه لي ابو يوسف وام سي يمين يعني من ال انا بعتبر ابو يوسف اولد سكول، بس هو ابو يوسف طور نفسه and now he does new school music برضو، فانا بحبه جدا طبعا. I like his flow. I think هو اكتر واحد فينا بيعمل احلى punch lines. دي حقيقة. انا هنادي اعرفها من وهي 3 سنين ومربيها، ف يعني انا اول واحد اخرجت لها اغنية وطلعتها فيها في ميوزك فيديو، فبيعتبر ايوة انا اكتشفتها وطلعتها للناس، وانا بجد فخور بيها جدا، لان هنادي ممثلة هايلة جدا وبنت صوتها حلو جدا وموهوبة، وانا بجد بتمنى لها كل خير. Of course. أنا شايف إن الـ Arabic rap, especially Egyptian rap, because I think we're the best in the Middle East and in Africa. So I think طبعًا ممكن طبعًا جدًا ينافس، هو مش ممكن، هو بينافس، لأن أنا ببعت لفريدريك أو فريد نصار my friend he's one of the top notch A-list producers in LA, and he works with and for Snoop and Dr. Dre and Eminem and The Doors, Britney Spears, Exhibit, a lot of artists. وفريدريك سمع مروان موسى وسمع شيراتون وسمع عفروتو، بعت له كذا حاجه، وسمع ويجز، وهو سمع سنوب وسمع دري، and they love it. فاحنا we are competing right now. شعبي؟ لا، مش هيكون شعبي، هو هيكون يعني راب، بس مش هيبقى شعبي، مش هيبقى مهرجان يعني. ايه؟ حد ليه شوق في حاجة؟ ها؟ نادية؟ لا،
ناديه حبيبتي شيز ماي سويت هارت. لا هي ناديه يعني هي بتحب الافلام جدا. ناديه يعني انا كنت فاكر ان انا اكتر واحد اتفرجت على افلام في الدنيا، بس ناديه اتفرجت على افلام اكتر مني بكتير. اي فيلم بيشتغل بتقولي الفيلم ده لما هيحصل كذا ويروحوا فين وييجوا منين وحافظاه وعارفه المشاهد وعارفه نهايته من اوله، ويبقى فيلم انا عمري ما سمعت عنه اصلا. يعني قلت لها انت بتتفرجي على الحاجات دي كلها من يعني انا اكبر من ناديه بشويه سنين حلوين، بسبع ثمان سنين. قلت لها وجبتي وقت تتفرجي على كل ده امتى وازاي يعني؟ بس لا هي مش بتفكر تمثل لانها يعني ملهاش في التمثيل خالص، بس هي يعني she's a business woman and she's very well off. ف she's happy with what she does. ويعني وانا مبسوط بصراحة انها يعني قاعدة في البيت وبتاخد بالها مني. اسئلة والله يعني لو ابو يوسف يقول يلا بينا انا يلا بينا، يعني انا كده كده اعرف ناس يعرفوه، فيا ريت. انا بحب ابو يوسف جدا، يعني انا ما عنديش مشكله في ان انا اعمل كولابوريشنز مع كتير من الرابرز اللي طالعين جديد لان هم فعلا هايلين. ده كان فيتشرينج ولا بيت؟ هو لا فيت ولا بيت، هو كانت قاعده لان انا كنت عاجبني اغنيه جدا كنت عايز اخرجها له، وبعدين ما يعني الموضوع ما اتفقناش قوي، بس انا بحبه جدا ويعني احب اشتغل معاه او اخرج له. ويجز الحقيقة أنا كنت بكتب الليركس بتاعتي، بس دلوقتي مش بكتبها لوحدي، بكتبها عندي جوست رايتر اسمه تي، هو برضو رابر وميوزك بروديوسر، وهو يعني he's my very good friend and he's like my godson. وهو بنكتب مع بعض دلوقتي أنا وهو. حد عنده أسئلة تاني؟ أنا بدور أهو بدور. هي في اسئله ردينا عليها قبل كده. ف Egyptian syndicate, so he means النقابة. يعني مش عارف، اعتقد النقابة مش محتاجة تعمل سكشن للرابرز لانه يعني هما مش ما عندهمش مشكلة في اللي هما بيقولوه وبيعملوه، كده كده الرابرز اللي دلوقتي موجودين في السين كلهم بيعملوا اغاني وبينزلوها ثرو يوتيوب وبيعملوا حفلات وهما ما عندهمش مشكلة معاهم، وما اعتقدش ان هما محتاجين نقابة يعني. ده رأيي الشخصي. أبو الأنوار أغنية إنجز. طبعا. أنا لما سمعت الأغنية دي لما سمعت إنجز قعدت كده إيه بيقول أنا ماشي مع المزة صبح تاني بعشق المشاوي عندي الحس السبعة فاعتبرني أحمد الفيشاوي. أنا قلت إيه ده؟ الله ده انا كبرت. قلت انا لا انا كده رسمي كبرت في السن، لان في شباب ما شاء الله شحوت اهو زي ابو الانوار كده ومروان موسى وبيقولوا احمد الفيشاوي اللي هو كان هم في الكي جي وانا بالبتاع براب. فانبسطت والله، وانا انا كان بحبهم وبحب مزيكتهم.
انا هرجع راب زي ما قلنا ونقولها تاني. الليلة دي هرجع راب الليلة دي، يعني هروح هخلص الانترفيو ده واروح اسجل اغنية دلوقتي، فهرجع راب تونايت. وكمان عايز اقول برضو ابو لما اتكلمنا عن ابو الانوار، في اغنيه اسمها غلبه، اعتقد لو ما حدش سمعها هيسمعوها لانها اغنيه جامده جدا جدا. انا في حد بعت لي عقد جواز عرفي، مش عارف ده تبعكم ولا عندي انا، مش اوكي تمام اوكي فاين. اوكي هو انا اخدت فتره بعيد عن الراب علشان انا كنت مركز جدا في ان انا اعمل افلام، لانه في الاخر زي ما قلت مهنتي الاساسيه از فيلم ميكنج، انا راجل بصنع افلام، فبكرس معظم وقتي لده، اذا كان انتاج او تمثيل او ان شاء الله اخراج قريب، وبرضه بنتج فيلم جديد من خلال شركتي كريستال دوغ، انتجت فيلم خارج الخدمه وداخل انتج فيلم تاني ان شاء الله مع بيك فوت وتامر يعني تامر سينرجي، يعني كلنا داخلين شركة في فيلم ان شاء الله هيبقى فيلم هايل. فانا ده اللي بياخد وقتي شويه من الراب، ان انا بعمل افلام والحمد لله، يعني دلوقتي انا بعمل تقريبا من فيلمين لثلاثه في السنه، وان شاء الله ده ممكن يكتر مع الوقت. هو ده سؤال غريب قوي، ايه الفرق بين ميكي والراب سين؟ لا هو مفيش فرق، يعني ميكي جزء من الراب سين، وهو طبعا رابر قديم وقوي يحترم، واعتقد ميكي عمل اغاني كتيره جدا كلها بنحبها. أيوة في سؤال جاي، حد عنده سؤال؟ نفس الأسئلة. أوكي خلاص، الناس اللي هي بنسأل الأسئلة هي لما يشوفوا اللايف هيلاقوا الإجابة. هو اللي حصل انه انا سمعت شفت اغنيه اسمها تي ان تي، ودي كانت من حاجات الاوائل اغاني اللي ويجز اشتهر بيها از ان اندر جراوند رابر، بس هو ما كانش مين ستريم زي دلوقتي. فالحقيقه انا انبسطت جدا بالاغنيه، وقلت يعني الشباب دي هايله، وعجبني المزيكا وعجبني الفلو وعجبني الميوزك فيديو، ان هو اندبندنت فيري لو بادجت بس معمول بشياكه ونظافه وعيال بجد فعلا موهوبين كلهم. فدورت على ويجز، وسينس ايم ان اولد سكول رابر اند اي نو ا لوت، فعرفت اجيب الكونتاكت بتاعه من خلال فات سام، وعملنا اغنيه اسمها تي ان تي 2، وبعدين بعديها بسنه ويجز بوم ضرب. فانا بجد فرحان جدا ليه، يعني because he's one of my favorite rappers. لا هعمل ميوزك فيديو، يعني زي ما قلت انا هسجل الليله دي، ويعني الموضوع كله ممكن ياخد من شهر ونص لشهرين عبال ما نسجل ونخلص المزيكا ونصور الميوزك فيديو وينزل ان شاء الله. free I don't know
Let me check. Marwan Pablo free. اوكي لو في اسئله تانية ممكن ارد عليها لحد ما اي تشيك اوت ذس فيديو. ثانية واحدة معلش انا متلخبط، هو مروان بابلو رجع للسين ولا ما رجعش للسين؟ ما رجعش للسين. اوكي فالاغنية دي بس من الاغنية دي من 5 شهور، نزلت من 5 شهور بس هي قديمة. طيب اولا البيت حلو جدا والفلو هايل وشكل ميوزك فيديو خطير، فانا هستنى بقى اشوفه بالليل بعد ما نخلص لانه شكله حلو. يس اي لايك ات. يلا يا جدعان انا عايز ارد على اسئله. اوكي شفت واحد منهم وعجبني اللي هو بيقول خر مني خر مني خر مني يا دي ده كان لذيذ الفيديو ده. اوكي هو لما ارجع راب يعني انا احاول يعني امزج سنه بين النيو سكول والاولد سكول، بس هو هيبقى يعني هيبقى مور اقرب للاولد سكول، بس هيبقى ممكن يبقى فيه ساوندز برضو فروم ذا نيو سكول هيب هوب. هو مش ممكن، هو انا عايز اعمل فيلم واكشلي في المخرج محمد نادر من اللي هو عمل فيلم الحارث عنده فيلم عن الراب سين في مصر وان شاء الله هنعمله في خلال السنتين ثلاثة اللي جايين. اوكي حد بيقول ما تعمل فيلم عن الراب، ماشي موافق.
يعني اعرف مولوتوف بس يعني مش بسمعه قوي زي بقية الرابرز اللي انا قلت اسمهم. Questions. زاب ثروت طبعا رابر ظريف جدا، بس انا بصراحة بقيت اسمع دلوقتي الشباب الجديدة، ويجز ومروان موسى وشاهين وابو الانوار. ومستني اغنية جديدة لعفروتو. اوكي سو اللايف هيخلص كمان دقيقة، سو باي باي وشكرا جدا، ويا رب تكونوا انبسطتوا في الانترفيو. شكرا ليكم. I love you everyone.